تشاهده والله يوفقه ويستاهل، هذا التوب 3 حقيقة. شيء ثاني، في اشتراكات في الآن في منصة إكس، المفترض أن تفعل الاشتراكات في منصة إكس عشان ما يصير في وهم. بس إذا عندك تصويت، عندك تصويت صور، حط صور متسابقين، الأكثر لايك في منصة إكس هو الفائز بعد الاشتراك. أيوة أكيد، واجعل الاشتراك بثلاثة دولار. هو الآن أصلا بثلاثة دولار، أتوقع مبلغ زهيد يعني ثلاثة دولار أو أربعة دولار اشتراك عشان ما يصير في وهم، وكذا الجماهير الحقيقية نعرف خلاص. أنت عندك تصويت مطبخ، تصويت شيخة، تصويت حتى اليوم بما أن فيه البرايم ناصر ألغى التصويت المالي، أنا أرى للجمهور يكون شريك معنا في البرايم ويكون من ضمن التصويتات إكس، إنه يدخل التصويت إكس المتسابقين، والأكثر لايك للمتسابق هو في الاشتراكات وليس في الاشتراكات، يصير محتوى خاص بالمشتركين. إيه، محتوى خاص بالمشتركين، الاشتراك بمبلغ زهيد وخلاص. أنت حليت كثير من مشاكل التصويت كلها، ألغيت الوهمي تماماً، ما راح يكون في وهمي، لأن تغريدة المشتركين محتوى خاص لهم، وقدم محتوى خاص لهؤلاء المشتركين، قضيت على هذا الموضوع تماماً. نرجع الموضوع ضوء عزيزي، كثير من الملاحظ من متسابقين برامج الواقع اللي الفترة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله كثروا وزادوا، يعني يحاول التشبث بمثل هذه البرامج والبقاء في هذه الأضواء. والله العظيم الأضواء هذه ما راح، يعني لا تحرص على البقاء فيها بكثرة، لأنها ما راح على قولتهم تأمن مستقبلك أو تضمن لك معيشة رغيدة. العمر يروح، السنين تروح بسرعة، والأيام تمضي. اليوم احنا يوم 30 والبرنامج كأنه بادي أمس، وبعضكم يمكن لو يفكر اليوم يمكن مضى على مشاركته في برامج واقع سنة سنتين. احرص على أن يكون عندك وظيفة ومصدر دخل، وإذا عندك جمهور ما يمنع أن تستغل هذا الجمهور في النشر لنفسك والاستفادة والاستزادة، لكن لا تعتقد أن هذا أمان لك ولمستقبلك ولأبنائك. قدامك مستقبل حياة، فاحرص على بناء مستقبلك من اليوم. وهي نصيحة أيضا حتى للمسابقين الموجودين اليوم، مش فقط برامج الواقع هي اللي تأكلك عيش، حتى في الماضيين يعني اللي شاركوا في عز برامج الواقع في السنوات الماضية، يعني اللي اشتهروا منهم يعدون على أصابع اليد الواحدة واليدين الثنتين، اللي فعلا كانت السوشيال ميديا هي مصدر دخل وحيد لهم ومصدر دخل عالي لهم. لكن اليوم احرص على تأمين مستقبلك، احرص على أن يكون لك مصدر رزق، احرص على يكون لك وظيفة، وهذا داعم لك ومساند. شكرا لكم نقادنا الأعزاء، شكرا.